طبعا مشاهدينا، الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ستعمل على الحد من التطور التكنولوجي للصين الذي يخالف عقودا من السياسة الفيدرالية، ويمثل إجراء إدارة بايدن حاليا الأكثر عدوانية حتى الآن لتقليص تكنولوجيا الاقتصاد والعسكر لبكين، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين. القواعد الفيدرالية الجديدة والأوامر التنفيذية والتشريعات المتعلقة التي تستهدف قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الصين والتي بدأت هذا العام وستستمر في 2023 هي تتويج لسنوات من النقاش امتد لثلاث إدارات أمريكية. كليتي ويليامز التي ساعدت في تصميم السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب قالت لبوليتيكو إن بايدن يعتبر الابتكار المحلي الصيني تهديد للأمن القومي في حد ذاته. طبعا هذه هي قفزة كبيرة مما كانت عليه أمريكا من قبل. كما أن الاستراتيجية الجديدة التي تسميها إدارة بايدن داخليا بإجندة الحماية ستكون قادرة على وقف قدرة الشركات الصينية على تصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة. سيتبع ذلك قريبا أمر تنفيذي بإنشاء سلطة فيدرالية جديدة لتنظيم الاستثمارات الأمريكية في الصين، سيما القطاع الإلكتروني، إضافة طبعا إلى عدم تخفيف القيود الجمركية الأمريكية المفروضة أصلا على التجارة الصينية، وذلك منذ عهد دونالد ترامب.